سوق السبت سرق جماعة أهل تفنوت. كذا نصوبي وريق قنغ الجماعة أنا في الدنيا كل تروي والو كذا الطلبة عن الصف مادي المسؤولين غي دكتني جاي من الجماعة غيلاد عريت بيان ورسل درستي في راس نمايان إلك مجي سوملال ميت كان مترو 80 سنتيم طوموبيلات تنتات الجماعة اللي تبين غل قدامنه يغوتين ونقاين تلاتان غوغنس الجماعة ورسول داس من كتور ريس لقدام ولا تيغردين الزول اللي مزرنا لاشينا يوتيوب غير لا هو مسنا لا كومين وسراق اللي غادوش كان ميدنا تقضوا المسائل نسن ور دوفين والو فاند غير غيد يقدا صرملا دوا كان ميدن ران المسائل نسن 15 يوم ياد سلم جهودات الرئيس عزيز ايت الهامش تتنسيق دو وزارات الداخلية رات سموتي المقر الجماعة ياد صد غار يضنين ستمويل من الداخلية الجماعات انت انا ماس الجماعات انت فنيت كل شيء من انت يساء ارتيس لدى يعني قبل اكوا دي اللي نختين انت تايلان يعني انت تاخد كل من اوريق ناد يعني غاني ادى كل شيء غير غي كان هنا مقر جماعة أسرق تيفنوت حيث دمر أرشيف الجماعة أرشيف الحالة المدنية وأرشيف الأملاك برواد اللي نغلق قدامنه الحالة المدنية اللي تكلف نس الإكستريات غساد الكمو ملال غيمي البابنس ما يتقن متر وثمانين سنتيم يسعم ما ينطي ورقين الأرشيف الأملاك يسعم كل شي البيرواتاد يعمرتن ستوكت نواكل الرملة راكنا تجغيلاد تيولي في ناد اللي نصور غوغنس للجماعة ياد بلاد والنار يقضون كران طريقت ولا كران الحاجة تلقت الجماعة عن البيرو إلا وإني قاهر مؤقت أركي خدمنا الجماعة يضنين لكم تحياتي أخوكم عزيز ورشيد